الأرض. آه قلبي على ولدي انفطر، وقلبي ولدي علي حجر. يا معلق الرباب أمانة أمانة كل وعذب الوطر، كل وعذب الوطر. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولادي، لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي. ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولادي، لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي. قدر يا واد قلبي قدر، النار أولها الشرر. يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر، قول وعذب الوتر. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر. كيف انت؟ كلمة تاني زي دي وتروحي تبيتي عند أمك؟ مش سامعه، عجميتي هي اللي عايزها دلوقتي.
وانت مال ابوك؟ هو حر، ياكل عجميه ياكل مخروطه، هو حر. مش معنى مرت مناه، ما في البيت 20 مره. عارفكم كلكم فجريين، فيه واحده منكم شقت على اليتامى، تشوفهم عايزين ايه؟ ومين يقدر يخش عنده؟ ومين فين عتردى؟ بقول لك عارفكم كلكم فجريين. عارف جابوا مين للبيت؟ فرحه بنت زينب اللي جوزها هج. كفايه حديد بارد. هيقولوا ان امها زمان كانت هتتجوز ابوك قبل امك، صح؟ روحي عندهم نامي وتخمدي وبطلي لا توعشني. روحي. هو من متى بيعرف يراعي عيال صغيره؟ ده عمره ما شال حد فيكم لما كنتوا صغيرين. حكاش بس مرعي اللي كان مجلع. هو حر يا امي. يعني بقى عايش على وش الدنيا، عيال بنتي بيته عنده. خلاص خلاص يا امي، قومي روحي قولي له هات البت والواد. لا ما قومش، يخيبني واحنا في نص الليل دلوقتي. يبقى اسكت يا امي لما نشوف اخرتي. دلوقتي البت هتعملها وهيندم علي عشان اغير لها. وانت هتفضلي صاحيه لحد ما البت تعملها يا امي. حد يا دنا هيجيله نوم في الليالي السودا دي. منهم لله منهم لله منهم لله. مين بس يا امي؟ اللي بص على اختك في الفرح نظروها. امر الله يا امي. يا ريتك ما رقصتي يا تجوى، يا ريتك ما رقصتي يا بنتي. يهمك جدك بذات نفسه هو اللي بيغير لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلزق كده. يدخل يا مناع. العجميه السخنه من حج. ايه دي حضرتك بنفسك بتعمل كده؟ حط العجميه وانزل. شكرا لمرتك على تعبها. طول يا مهران، طول يا ولدي، العجميه وصلت. صح يا جد؟ امال وسخنه. الله. ايه اللي بل حجك كده يا جد؟ اختك يا سيدي. يلا كل عشان تروح معايا صلاه الجمعه بكره. صح. امال بقيت راجل. يلا بسم الله. ربنا يكون في عون الأمهات. إلهي يا فرحة يا بنتي على وش العجل الصغير اللي اتولد على إيدي امبارح يعدلها لك. يا رب يا أمي، ده شكله حلو قوي. ويعود لك بختك اللي مال يا بنتي. ولا مال ولا حاجة، أنا زي الفل الحمد لله. قولي لي يا فرح، الحاج محمد لسه ماسك نفسه مش زعلان؟ اكيد زعلان، بس راجل ما يبينش. هو فيه راجل زيه؟ صح يا امي، كنت هتتجوزيه زمان. اخته توحيد ما رضيتش، قالت اخواتها كلهم خلفتهم بنات. ما حق يا امي، وانت خلفتك بنات. بس اللي خلفت بنات فيها تجيب الاولاد. يعني ايه؟ يعني توجعي لك حد من عياله اللي لسه ما اتجوزوش. امي انا مش كده، وانتي عارفاني، والا والله ما اروح تاني. يقول لك ايه؟ اصل هوان انا عبد المأمور. انا ايه؟ عبد المأمور. عبد عبد ايه؟ عبد ايه والمين؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سياسة القطيع دي ما تنفعش. هتقولولي يعني ايه سياسة القطيع؟ اقول لكم صلوا على الحبيب. يعني لا مؤاخذة شوية الغنم هتهشهم مشرق هيتهشوا، هتهشهم مغرب هيتهشوا. الدين ما قالش كده، الدين ما قالش كده. مش كل ديب يسوق الغنم قدامه
وتبقوا زي قوم فرعون اللي ربنا قال عليه استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. الراجل لازم يكون عنده رأي، مش تعالى يا فلان كسر المحجر ده يكسر، انحت ينحت وياخد ملاليم، والديابة تاخد الملايين، والأغنياء يزدادوا غنى. ربنا خلقك بني آدم وشناعته يسوقها اللي معاه القرش. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وكفاية كده، أقم الصلاة. ولد مين الولد ده؟ ولد زايد أبو خروف. ولد أبو خروف ويقول علينا نعاش وديابة؟ ليه يا مناع؟ طالع فيها من ساعة ما كان سواق عندكم على القلاب، وولدك خيري ضربه وشتمه لما رمى نجلة في حتة غلط ومشاه، ومتعلم ومعاهد بلوم. شيعهولي على المنظرة. حاضر يا حاج. تعال يا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابوك؟ ازيك؟ كنت فين من الظهر؟ ما في الشغل يا حاج. ايه الاخبار؟ طمني. مستنيينك نقعد معاك عشان المناقصة الجديدة بتاعت الكباري اللي شرق المصرف. حد من اللي داخلين قصدنا نعرفه؟ الحاج ابو زكري واثنين من برا البلد. دول هيعترسوا ولا هيتراضوا؟ الحاج ابو زكري دي انجس من فرن ميضه، ولو رضيناه هيتمرع والغرب مش هيرضوا. وماله؟ هات ورقك والولد بتعالوا لي في المكتب الساعه 10 في الليل. الساعه 10؟ وش معنى يعني الساعه 10؟ عشان يكون مهران وتقوى ناموا، ما انا اللي عنايمهم. ايه؟ ما عندنا 100 مره مرزوعه في البيت، اي واحده فيهم تنيمهم. زي مين يعني؟ اي واحده. لا ما ينفعش. عموما لو عندك حاجه الساعه 10 تخلصها وبعدين تعال. لو عايزني اشيع لك مرتي اشيعها، على الاقل اخلص منها. كدي كده مش طايقها وعايزني ابني العيال بيها. امال بلدنا انا بيها ليه؟ بنت خالك قعدت سنين مستنياك وانت في العلام في مصر، كنت اديت خالك كلمه. مش داعي التقليب اللي فات يا حاج. لا، ما هو ما تشيليش من مصر في ايدك عيله لمسك صير عريانه، كل اهل البلد شافوا رجليها وتقول لي دي مرتي واللي يتفلك يتفلك. ما خلاص يا حاج، مش غلط ومشيتها وجوزتني على كيفك. ما انت كنت كاتب كتابك عليها اطلقها قبل ما تدخل عليها واجوزك اللي لمسك صير العريانه اللي كل اهل البلد شافوا رجليها. خيري انت عارفني، ما حدش يفرض عليا حاجه. ما منوش فايده الكلام دلوقتي، انا بس اللي نفسي اعرفه قلت لها ايه ليلتها خلاها تطلب الطلاق وتمشي. استغفر الله العظيم. بص يا بنت الناس، انا عندي ولاية زيك، والطلب اللي عاوزه منك تطلعي برا الاوضه دي وتقولي لولدي كلمه واحده، طلقني، وتلمي هدومك وترجعي مصر. في حد مالك؟ انت فاكرني واحده من بنات البلد اللي ما بيشوفوك يغطوا وشهم؟ ابنك وبيحبني، عايزه يسيبني او عندي، لكن انا مالكش كلام معاه. ما هو لو انت من اللي بيغطوا وشهم ما كنتش قلت لك كده. ولعلمي انا مش من الرجال اللي بيحكموا بالظاهر او الظن، فخديها من قصيره. وانا قلت لك لا. براحتك براحتك. انه في يوم 17 ديسمبر 1992 تم الافراج عن الانسه فوزيه احمد عبد الهادي خليل حسين من سراي النيابه بكفاله مش عارف ايه 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 على ذمه شبكه الدعاره. انت بتقول ايه؟ أنا ممكن أقطع الملف ده أو أطلعك من الأوضة دي عريانة ملط
واقول استغفر الله العظيم. قلت ايه؟ ها يا حاج، ما قلت ليش قلت لها ايه؟ انا يا مولانا. اهلا يا عم الحاج. خير؟ انت بتقول الخطبه بالبلد ليه؟ انت مش متعلم؟ يعني معايا دبلون يا حاج. دبلون؟ عال عال. يعني تعرف تفرق بين النعجة والخروف يا ولد ابو خروف؟ انا لا اخشى في الحق لومة لائم. لا تخشى ماشي، لكن تختش على دمك يا ولد مرزوقة. انا ام اسمها ما يتقالش. ليه؟ امك مين يعني؟ ولعلمك ام امك تبقى بنت خالتي. يعني اقول اللي اقوله. ثانيا يا متعلم يا بتاع المدارس، عارف يوم القيامة هيندموا عليك ايه؟ يا جمال يا ولد مرزوقة، يا جمال يا ولد مرزوقة، الكل هيتندم عليه باسم امه. ولا غلط؟ صح صح. عظيم. مين هم النعاج ومين هم الكلاب؟ انا ما قلتش كلاب يا حاج، انا قلت ديابه. كلهم فصيلة واحدة يا ولد المحروم. انا قلت اوعي الناس. انت توعي الناس؟ انت ما تعرفش تستنجى مش تتوضى؟ بلاش الكلام ده يا عم الحاج. اسمعني كويس، تجيب موس وتحلق دقنك وبكره ترجع تركب الجلاب زي ما كنت. لو عجبتني هعينك ريس في المحجر. لا دقني لا. خلاص خفه هكدي كده واشوفك بكره الصبح في المحجر. حاضر يا عم الحاج. مع السلامه. وانت خيري، ما تروح تشوف شغلك. بإذن حاج. تعالى يا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال فين باقي الولد؟ هم وراي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. جوده فتح عينيك على المحجر، سمعت ان في عيال صغيره عتسرق حجاره في مقاطف وتبيعها. عيال مين يا ابوي؟ اللي يمد ايده على دبشه واحده تتقطع. انا قلت لك عشان تحرص. يا حماد باشا، ايش هياك والعياقة دي؟ ايه كنت فين؟ مفيش، كنت في سوهاج بس بصلح العربية يا حج. وصلحتها؟ تمام يا حج. وانت نازل المرة الجاية ابقى خدني معاك، ولا نجيب لك واحدة جديدة عشان العربية القديمة ما دام الدق فيها مسمار ما بتنفعش تاني. حاضر يا حج. هات الورق يا خيري. اتفضل يا ابوي. اقرا الشروط بصوت عالي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية احلال وتجديد 2 كوبري على اكتاف حشوة عند الكيلو 550. تحدد يوم الاربعاء الموافق 19/11 موعد لفتح المظاريف. تأمين الابتدائي 600,000 جنيه. وخطاب ضمان ساري المفعول لمدة 4 شهور. والباقي أنت عارفه أبوي. 600,000 دول 10%. يبقى العملية بكام يا حماد؟ حوالي 6 مليون يا حج. يا سلام، شاطر شاطر. ودول يجيبوا كم عربية جديدة؟
كتير. معك منهم كام دلوك في جيبك يا خيري؟ معايا كتير يا حاج. ما انا عارف ان فلوسك كتير. يبقى سلفنا. احسب يا حماد. ثواني اجيب الاله الحاسبه يا حاج. على حسب ايه؟ امال فين مخك؟ يا ابوي الاله اضمن. لا مخك هو اللي اضمن. امال علام ايه ونيلة ايه؟ يا ابوي يا ابوي ما انت ما قلتش احسب ايه برضه. يعني لو قلت لك هتعرف؟ طيب 10 نقلات رخام، 20 نقلة حجر، 30 نقلة رمل، بكام؟ يبقى ها؟ ما اعرفش. تعرف بس تقابل البنات. بنات؟ بنات ايه؟ اخرس اقعد. قول يا جود. حوالي 30 او 40. حوالي 30 40. طول النهار في الشغل وعقلك غايب والناس تسرق حواليك. قول يا خيري. 72 ألف جنيه حق. لا هم 72,530 جنيه. ولا انت غاوي تاكل زياده علي يا خير؟ انا ما احبش اللي ياكلني. اخوكم مرعي الله يرحمه كان يحسبها وهو مغمض. يا دي مرعي، هو انت ما فيش دماغ غير مرعي الله يرحمه؟ ما عندك اربعه غيره؟ انساه شويه. على الاقل كان عنده قلب ما يغلطنيش او يسرقني. متر الرخام بكام والحجر بكام؟ زي كل مرة. يعني ايه زي كل مرة؟ احنا داخلين لوحدنا. ما هم عارفيننا في الري. اللي عارفك النهارده بكره ما يعرفكش. واحنا مش عايزين نفكروا في اللي عارفينه. عايزين نفكروا في اللي مش عارفينه. في ناس داخلين جبالنا وبرضه عندهم مخ وعايزين يكسبوا. احنا ننزلوا سعر الرخام 7 جنيه والحجر 3 جنيه والرملة 2 جنيه والتراب جنيه. ويبقى كسبنا ايه؟ ده كده المستخلصات ما تكفيش مصاريف العمال، ما بلاش منها العمليه دي خالص ما دام داخلينها خسرانين. اخشها وانا خسران احسن ما ياخدها واحد تاني. بعدين هي مش خسرانه، هي كسبانه بس قليل. وليه؟ مزاجك كده. على فكره حموده جوستاجو عدى على امي النهارده وكان عايز عياله. وامك حكمت بيه يا ولد امك؟ ما هو ابوهم برضه حد. انا ابوهم. وامك لو حكمت تحكم عليك انت، ولو دخل بيتي تاني ههزكك انت وامك. فاهم؟ فاهم يا ولد منادها؟ اتنين اكتب. خبرين، وانت يا عم واقف في نص الطريق ده ليه؟ انت اللي ماشي غلط. ماشي غلط كيف يعني؟ ارجع باللودر ده اللي ورا. ارجع بالقلاب ده ورجع الحجاره مطرح ما خدتها. حجاره ايه اللي ترجع؟ ده عبيط ديان، دي حجارتي. ورثتها عن المرحوم اياك. لم لسانك يا راجل انت، دي حجاره انا مشتريها. مشتريها من مين؟ من حاج محمد ابو دياب. كداب. الحج ما معلكش حجارة. ولد وبعلي. ايوه مش الحج، يبقى لازم ترجع. الحج عايز حجارته. انا دافع فلوس. دفعها لمين؟ لولده. واحنا ما شفناش فلوس الدفعه. ترجع. وانا قلت مفيش حجاره هترجع، وان ما بعتش افرغ الطبنجه في راسك التخينه دي. يا ولد غلطان واستاهل ضرب المراكيب. طب ارجع بالقلاب وبعدين نشوف موضوع المراكيب دي. ارجع. توحيد اقعد.
انت مالك يا محمد؟ ماليش، زي الفل، اكل واشرب واضحك، ومش ناقص غير اني اطول ارقص. محدش قال كده، بس انت شايل جواك كتير. يا توحيد، احنا هنتولدوا خفاف، مفيش حاجه في براسنا، نكبر يتحط في براسنا هم تقيل، يفضل يدكر يدكر لحد ما ينزل بينا القبر. زعلان على بيتك ولا حزنك على مرعي يتجدد؟ وكان قديم عشان يتجدد. والولد ذنبهم ايه؟ تكسى على خيري وتضربه ليه؟ سرقني يا توحيد. هو اللي يتجلى على ابوه يبقى حرامي؟ اقول لك سرقني. وانا اقول لك ولادك مالهمش ذنب في مرعي. وانا ساكت ما اتكلمتش. كلمه حطها في راسك، مالهمش ذنب. انا قلت حاجه؟ هقول ايه؟ هقول عيالي قتلوا ولدي؟ حته مني قالت حته مني. انت اللي قتلته يا محمد. انت بتقولي ايه؟ زار عفريت جوزك لحست مخك انت كمان. جلعته اكتر من كل الولد، والعيال عتغير. العيل لما يشوف امه حبله يفضل يخبط على بطنها بعزم ايده، وانت مخك اتلحس بالواد. كان صغير يا توحيد. افرض اني جلعته، حبيته، قلت له كلمة حلوة، شلته على كتافي، عادي، ما خدتش حقه ومدتهوله، كلهم كانوا زي بعض. هي حكاية نوايب؟ العيل من دول يبص لأبوه ويستنى، لو شافه بيبص لأخوه هو لا يتوجع. قفل عن الموضوع، أنا مش ناقص، دول ولادي وأنا عارفهم وعارين وطمعين، وأنت ما تعرفيش يعني إيه عيال. عشان ما خلفتش يا محمد؟ وإيه يعني؟ ما أنا ربيت كل ولد العيلة. ما تزعليش مني، أدي راسك يا موسى. أوعي تزعلي، أنت عارفة غلاوتك عني، والله ما أقصد. أنا تعبان ونفسي أنام. يا ريت تنام يا محمد وتقوم رايق، عشان ما تكساش على الولد، وخصوصا خيري، عشان زيك ما عيسامحش. لو راسه ناشفه هكسرها على 100 حته. احنا هنكسر الحجاره، مش هنقدروا على العيال. خلي بالك على عيالك وخلاص. سلام عليكم. سلام. طب اخلي مناع يوصلك بالعربيه؟ لا، لسه ما كبرتش، رجليا شايلاني، ما اركبش عربيات. سلام عليكم. براحتك، سلمي على جوزك. مساء الخير. مساء النور. برضو كده يا حاج تغير لهم بنفسك؟ طب كنت شيعتلي. اشيعلك يا بنتي في نص الليل؟ ما يصحش. والنبي ولو في الفجر، هو انت حد يتقال له لا؟ ده انت حجيت بيت الله في مقام ابوي. ربنا يكرمك يا بنتي، اعمل اللي تقدري عليه وسيب الليل عليا. تعب عليك يا عم الحاج، وانت مشاغلك كتيره. الا على دول يا فرحه يا عمي. الحمد لله الفرحه دخلت بيتنا. اسمك حلو يا فرحه. ان شاء الله يخليك يا عم الحاج. ما تتجوز يا بنتي بدل قعدتك دي. خلاص يا عم الحاج، اللي شاف اللي انا شفته ما تفكرش في الرجاله تاني. ليه يا بنتي؟ هو حرام؟ لا حلال، بس زي ما تقول خلاص جربت وتبت. ربنا يسترك. بص، الطبق ده تحتيه سرسوب من جاموستنا ليك، والبزازه برضو مليانه لبن. والله جدعه، هقول لهم ما يبعتوش العشاء. اطلع يا مناع.
اصل بحب السرسوب قوي. عارفه. عارفه منين؟ حسيت انه هيعجبك. سلام يا بنتي، هتروح لوحدك دلوقتي؟ يعني هتوه في بلدنا؟ الدنيا ليل والنور قليل في الطريق. توصلها لحد البيت وتستنى لحد ما تخش جوه وتقول لك روح تروح. اه وما تبعدش العشاء. فرحة عزمتني على سرسوب. حاضر يا عم الحاج. مساء الخير. مع السلامة. ايش نفس للسهر؟ يعني هتاكل السرسوب وحدك يا جدي؟ لا ناكله مع بعض. عارف يا جدي نفسي اشوف العجل الصغير اللي اتولد عند فرحه امبارح. ماشي اخدي مناعي يوديك بكره الصبح تلعب معاه. اديكوا عجول صغيرين زي بعض. وابويا ما عجيش ليه يا جدي؟ راح الجنه عند امي برضه. لا يا ولدي أبوك ما يروحش الجنة أبداً. أمال ما يسألش ليه؟ أصله سافر، اتجوز وسافر. اتجوز غير أمي؟ حد يحب راجل يتجوز على أمه؟ لا، أنا زعلان منه. أهو كده، خليك زعلان منه يا ريت تنساه خالص. بس أنت يا جد اتجوزت كذا واحدة، صح؟ صح. بس طلقتهم كلهم وقعدت معاك أنت بس، صح؟ صح. إيه، قول سرسوب. يضربك قدام اخواتك ليه؟ ده انت اللي شايل الشغل، شغل ميه وطحون. اسكتي. عارف لو نزلت المحجر تاني تبقى مش راجل. يا سلام يضربك وانت كبير ومخلف؟ ده عمره ما عملها. خش جوه واقفلي على روحك الباب، ولو طلعتي برا الباب او حسك طلع والله ما هتبقى على ذمتي. مبروك يا حاج، مبروك يا مرعي. الله يبارك فيك يا عم مناع. لو ايه طالع الاول على المدرسه كلها. مناع الليله البلد كلها هتسكت، محدش ينام، وتوزع لحمة وفلوس. يعني هيروح الجامعة في مصر زي اخواته؟ لا مرعي مش زي حد.
تروح الشام على امريكا. يعني هيبقى خواجه؟ خواجه ايه يا ولد؟ هيتعلم صح. مش معنى مرعى يا ابوي؟ عشان كل ما اديله بيكبر ويزيد. غيره اديته عشان يروح يتعلم صح وما تعلمش ورجع معاه واحده عريانه. ربنا يبارك لنا في عمرك يا ابوي. مبروك يا مرعي، مبروك يا مرعي. يلا يلا اشربوا شربات اخوكم. مسافر يا ولد؟ ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ولد. شقة مصر انت عارف قريبة من الجامعة. وكفة شيء يلزمك تتصل. وانا كل كم يوم هعدى عليك. وتلات حاجات يا ولدي مالناش دعوة بيهم. اللي يغضب ربنا واللي يزعل الحكومة واللي يبعدنا عن هدفنا. حاضر يا ابني. لولا حبيب لك العلامة ما كنتش سبتك تبعد عني دقيقة واحدة. ابويا اخواتي بكره عايزين نطلع معاهم الجبل وبعد كده نعدي الجزيره ونتغدى هناك. يعني عاملين لي فسحه. مش معنى بكره؟ يعني عايزين يحتفلوا بيا قبل ما اسافر. لا تعدي الجزيره لا ممنوع. خلينا على البر احسن يا ولدي. روحوا الجبل المحجر ناحيه المصرف اخر حدودكم سامعني. يعني يا ابوي مش خايف عليا من مصر وخايف عليا من البحر؟ اسمع الكلام وخلاص. بعد العصر عدي على جبانة المرحوم أمك تقرا لها الفاتحة. حاضر. خلي بالك من نفسك يا مريم. ما عاوزش حاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.
من صلب داديت وأطعمت وسجيت كاسات الحنانة، من صلب داديت وأطعمت وسجيت كاسات الحنانة، أكونش بحناني طمعت، أكونش بحناني طمعت، ولدي فنسيو من أنا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. صباح الخير يا عم الحاج. فطور. مين اللي شايع الدور ده؟ ام خيري. شكلك ما نمتش. امال والدي فين؟ جوده راح المحجر من بدري وحماد كانوا نايم. نايم لدلوك والد امه؟ الشمس طلعت فوق راسنا وهو لسه نايم؟ الصغير يا عم الحاج. صغير مات خلاص. فرحنا بيها وملناها عيال وحريم، تارك يا دنيا بحر واحنا كوبش تريم. انا غلبت الجبل واسألوه عني، انا غلبت الجبل واسألوه عني، وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، اتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وتارك يا دنيا بحر واحنا كوبش تريم. ولدي وجرحك يشق، قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق، ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق يجر، يسكت عشان ولدي ده السر من الكون، وكل واحد له عاجل على مجنون. ضاع وسطهم ولدي، حجر الراحة يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول، ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر، ما يكفش بالدوران علشان كل